والله اولا احييك استاذ بندر واستاذ حسين، واحب عبر هذا الوقت المتاح لنا نشكر سعاده رائده التغيير في الرياضه السعوديه والنقله التي بدات خطواتها ان شاء الله. بعض الناس مستعجلين على النتائج، والتغيير لازم لابد له من الاخطاء ثم التصحيح. الجميل في عهد تركي آل الشيخ أن التصحيح يأتي بسرعة، لا يكون في روتين. وطبعا الشكر موصول سعادة المستشار على النقلة الكبيرة للحضور السعودي في هذا المونديال، وهذه خطوة تاريخية لا شك. حتى اللاعبين مستقبلا سيعون هذا الشيء، بالتدريج ستبدأ آثار هذا التغيير على الرياضة السعودية عموما. بالنسبة للنتائج، خطوات التغيير مما أضر أن خطوات التغيير صادفت استعداد المنتخب لكأس العالم، مما أحدث ربكة في هذا الإعداد، وشهدنا تغيير بعض المدربين وبعض اللاعبين، حتى بعض اللاعبين الذي كانوا عناصر مهمة في التأهل إلى كأس العالم ما حصلت لهم الفرصة بناء على اختيارات المدربين اللي مروا على الفريق، ثم ما احدث التغيير في التشكيله. شهاده ثلاث غياب، انا اعتبرهم ثلاث عناصر اساسيه اللي هم منصور الحربي وسلمان المؤشر ونواف العابد. التغيير هذا مو سهل على فريق بالاصل امكانيات لاعبيه محدوده، ليست كبيره مقارنه بالفرق الاخرى. التغيير هذا ظهرت اثاره السلبيه، ما كان في تغيير مع احترامي لاخوي ارجع لك ابو خالد، بس مراسلنا جاء